انا دافعين في 3 سنين، في 3 سنين مليار جنيه على العلاج والمعاش في 3 سنوات، والمنتظر السنوات الجايه بقى من 19 وطالع هتشوفوا ارقام مخيفه للي هيدفع لحساب المحامين. احنا النهارده حسابنا في حساب العلاج في نقابه مصر النهارده 309 مليون جنيه علاج، علاج للمحامين من اسوان الى الاسكندريه في كل المناحي، نتيجه ان احنا قررنا الزيادات الغير مسبوقه ايضا لا مع النقابات المهنيه ولا مع اي جهه موازيه لنا. لما نتكلم عن ارقام مش بضروري اكلمكم عن التفاصيل، لكن انا بكلمك بالاجمالي. السنه اللي فاتت انا كنت بصرف 150 مليون جنيه علاج كنقابه، النهارده دخلنا على 310 او 320 مليون جنيه على نهايه السنه المقرره. ده معناه ايه؟ معناه ان انت بتكسر من دعم المحامي فيما هو مستحق له. بجايب المبالغ دي منين؟ جايبها من اتعاب المحاماه المقضي بيها دي، وجايبها ايضا من رسوم التصديق على العقود، وجايبها ايضا من دمجه المحاماه.